مشاهدينا إلى هنا نصل إلى ختام أخبار الرياضة، ونتحول إلى زميلي شهاب شعلان نتعرف منه على آخر الأخبار والعناوين في صحافة اليوم. شكرا لك محمد، أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. ما زلنا متواصلين في تغطيتنا لجولة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي قام بها إلى ألمانيا، وينضم إلينا مباشرة لمتابعة نشاط الرئيس خلال اليومين الماضيين وأيضا النشاط المتوقع خلال اليوم مع موفد النيل إلى العاصمة الألمانية برلين لمتابعة نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي ولقاءاته مع الزميل علاء رشوان. علاء، بعد التحية لو تطلعنا إجمالا على نشاطات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي قام بها أمس وأول من أمس وأيضا النشاط المتوقع لسيادته. صباح الخير والتحية ليك ولكل مشاهدي هذا الصباح على قناة النيل للأخبار. نشاط مكثف أجراه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ الساعات الأولى لوصول سيادته في زيارة رسمية إلى العاصمة الألمانية برلين بدعوة رسمية من الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاين ماير. هذا النشاط انقسم إلى شقين، الشق الثنائي الذي يتعلق بالعلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا على كافة الأصعدة، وأيضا نشاط متعدد الأطراف تناول عدة قضايا ذات الاهتمام المشترك مع الجانب الفرنسي، بالإضافة إلى القضية التي تشغل المجتمع الدولي في هذه الأثناء وهي قضية التغيرات المناخية، حيث ألقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة في الجلسة الرئيسية لحوار بطرسبرغ تناول خلالها طرح مقاربة مصرية شاملة تتناول عدة جوانب ترى فيها القيادة المصرية ضرورة تكاتف جهود المجتمع الدولي لمواجهة ظاهرة التغيرات المناخية. السيد الرئيس طرح في هذه المقاربة عدة نقاط، بدأ بإلقاء الضوء على التحديات التي تواجه دول العالم والتي وصفها السيد الرئيس بأنها تحديات وجودية، بدءا من جائحة كورونا وما بعد جائحة كورونا، مرورا بنقص نقص الغذاء وأزمة نقص سلاسل الإمداد الغذاء وأيضا نقص الوقود والطاقة، انتهاء بالأزمة أزمة الحرب الأوكرانية الروسية. السيد الرئيس دعا إلى يعني معالجة كل هذه التحديات من خلال تطبيق ما جاء في اتفاقية باريس وقمة جالاكسو، وأيضا قال سيادته إن مصر تسعى إلى تطبيق هذه التعهدات والخروج بها إلى حيز النفاذ من خلال استضافة مصر للقمة المناخ العالمية COP27 والتي من المنتظر أن تستضيفها مصر في مدينة شرم الشيخ بحلول نوفمبر المقبل. السيد الرئيس حينما تحدث عن هذه المقاربة المصرية الشاملة للتعاطي مع التغيرات المناخية قال إن قارة أفريقيا تقع في القلب من هذه المقاربة، حيث دعا سيادته إلى يعني تكاتف جهود المجتمع الدولي خاصة جهود التمويل من خلال مؤسسات الدعم والتمويل الدولية لمنح أفريقيا مساحة من الدعم المالي واللوجستي والتكنولوجي الذي يمكنها من التحول إلى استخدام الطاقة النظيفة واستخدام المخرجات الطاقة النظيفة من نفط وغاز طبيعي وهيدروجين أخضر وغيرها. أيضا السيد الرئيس على ذكر الهيدروجين الأخضر قال إن الحكومة المصرية تعكف في هذه الأثناء على صياغة استراتيجية وطنية متكاملة لإنتاج الهيدروجين الأخضر وإحلاله محل الوقود الأحفوري والطاقة التقليدية، دعما لخطة التنمية المستدامة التي أطلقتها الدولة والتي تعتمد في جزء منها على التغيرات المناخية والتعامل مع هذه التغيرات المناخية بتقليل الانبعاثات الكربونية. الشق الذي يتعلق باللقاءات الثنائية التي أجراها السيد الرئيس منذ اللحظات الأولى لوصول سيادته إلى العاصمة الألمانية برلين، كان هناك لقاء مع رئيس شركة لارسن الألمانية وهي إحدى كبريات الشركات عالميا المتخصصة في صناعات الترسانات البحرية وتطوير ورفع كفاءة الموانئ. هناك تعاون ممتد بين الجانب المصري والجانب الألماني ممثلا في هذه الشركة لرفع كفاءة وتطوير عدد من الموانئ المصرية بالإضافة إلى الترسانات البحرية المصرية إلى جانب رفع كفاءة العاملين في هذه الترسانات. أيضا استقبل سيادته ليلة أمس وفد كبير يضم عدد كبير من مجالس إدارات الشركات كبريات الشركات الألمانية العاملة في قطاعات الطاقة والنقل والبنية التحتية والإنشاءات وأيضا البنوك ومؤسسات التمويل الألمانية، لقاء امتد لأكثر من ساعتين. طرح خلاله
السيد الرئيس جملة من المشروعات التي أصبحت جاهزة لاستقبال ضخ مزيد من الاستثمارات الألمانية والتي تحمل فرصا واعدة أمام المستثمر الألماني. أيضا ألقى السيد الرئيس الضوء على عدد من نماذج التعاون الناجحة بين مصر وألمانيا. تحدث سيادته عن نجاح تجربة التعاون مع شركة سيمنز الألمانية وبناء 3 محطات للكهرباء منذ 4 أعوام، والآن يجري التعاون مع شركة سيمنز لمد خطوط القطار الكهربائي السريع بتكلفة تتجاوز 33 مليار دولار على مراحل، انتهاء بالمرحلة الأخيرة التي سوف إجمالا كل هذه المراحل سوف تمتد لأطوال نحو 2000 كيلو متر في شرق وغرب وشمال وجنوب البلاد. أيضا كان هناك لقاء هام عقده السيد الرئيس حينما استقبل بمقر إقامته وزيرة الدفاع الألمانية. جرى خلال هذا الحديث تبادل لوجهات النظر بين السيد الرئيس ووزيرة الدفاع الألمانية حول مستجدات عدد من القضايا في إقليم الشرق الأوسط، على رأسها الأوضاع في كل من ليبيا وسوريا، وأيضا على صعيد قضية السلام وإحياء المفاوضات المتعثرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. وزيرة الدفاع أثنت على الدور المصري والمحوري الهام في حالة كل هذه الأزمات، وأيضا قدمت الشكر للسيد الرئيس لاستضافة مصر أكثر من 6 ملايين لاجئ على أراضيها، تم دمجهم والتعامل معهم على أنهم مواطنون مصريون لهم كافة الحقوق دون أن تتاجر مصر بقضاياهم الإنسانية، وتحملت أعباء استضافتهم على أراضيها. أيضا من المنتظر بعد أقل من ساعة أن يستقبل السيد الرئيس بمقر إقامته وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، وبالمناسبة هي أول وزيرة وأصغر وزيرة امرأة تتولى هذا المنصب في ألمانيا. من المنتظر أن يجري خلال هذا اللقاء أيضا استعراض وجهات النظر بين الجانبين، وأيضا الاتفاق على تعزيز التبادل وتنسيق الرؤى حيال المستجدات الإقليمية التي أشرنا إليها، الأزمات في المنطقة، وأيضا جهود مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى عدة قضايا أخرى تهم الجانبين المصري والألماني في هذه الأثناء. نعم، شكرا لك علاء رشوان، موفد النيل للأخبار إلى العاصمة الألمانية برلين، متابعا لجولة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي يقوم بها إلى العاصمة الألمانية برلين. مشاهدينا الكرام، طبعا بنهني المنتخب المصري لكرة اليد بفوزه ببطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد، وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي حريصا على تهنئة المنتخب الوطني لكرة اليد بفوزه بالبطولة رغم وجوده في الخارج. الرئيس عبد الفتاح السيسي كان حريصا على تهنئة المنتخب، وقال سيادته كما نتابع على الشاشة، قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الرئيس السيسي كان حريصا على تهنئة المنتخب الوطني لكرة اليد بهذا الفوز. وللمزيد من المتابعة نقرأ هذه التغريدة: أهنئ منتخب مصر لكرة اليد على الفوز بكأس الأمم الإفريقية للمرة 8 في تاريخي، وأود أن أشيد بالأداء البطولي والرجولي لجميع أعضاء المنتخب طوال مراحل البطولة، وكذلك القيادة المميزة للجهاز الفني، حيث بات منتخب مصر لكرة اليد يسجل العديد من الإنجازات المتتالية للرياضة المصرية، ويسعد الجماهير المصرية بأدائه وعزيمته وفوزه في مختلف المنافسات حتى أصبح واحدا من كبار منتخبات العالم في اللعبة. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الناقد الرياضي بالأهرام الأستاذ طارق رمضان. أستاذ طارق، بعد التحية وتهانينا لحضرتك ولكل الشعب المصري والمنتخب الوطني لكرة اليد طبعا واتحاد كرة اليد، أهمية هذه التهنئة من الرئيس عبد الفتاح السيسي على تهنئة المنتخب الوطني لكرة اليد رغم قيامه بمهام خارجية في ألمانيا؟ صباح الخير وكل التحية ومبروك بالطبع للمنتخب ولكل المصريين بهذا الإنجاز وبهذا الفوز. بالطبع حرص السيد الرئيس على أنه يهنئ المنتخب ده في إطار دعمه دائما للبطولات ودعمه دائما للشباب ودعمه دائما للإنجازات اللي بتتحقق، ودعمه أيضا
لكل الشباب اللي بيحاول يجتهد وبيقدم روح جيدة وبيقدم عزيمة جيدة وبيقدم وبيرفع علم مصر في كل مكان. الرئيس أشار إلى نقطة مهمة جدا، أن العزيمة والقوة والأداء الجيد والأداء المتميز خلى منتخب مصر واحد من أفضل منتخبات العالم في كرة اليد، وبالتالي هو يشير إلى نقاط هامة يجب أن كل الرياضة المصرية تلتفت ليها وكل المنتخبات تعمل على أساسها، أن هناك حماس وهناك قوة وهناك أداء وهناك عمل مميز تم، فكانت النتيجة أن المنتخب بيحقق دائما في المنافسات العالمية بيحقق الفوز وبيتوقع منه الحصول على بطولات دائما. المنتخب المصري كما أشار السيد الرئيس لسه راجع من منافسات بطولة البحر ألعاب البحر المتوسط، حصل على الميدالية الفضية، كاد أن يحرز الميدالية الذهبية، فبالتالي أداؤه في البحر المتوسط أداء قوي وأداء مميز، استطاع تحقيق أيضا إنجاز بالحصول على إحدى الميداليات، ثم يعود بعدها بأيام قليلة ليفوز ببطولة مهمة زي بطولة الأمم الأفريقية، يؤدي أداء على مدار المباريات أداء مميز وأداء قوي، فبالتالي يحقق إنجاز جديد بإضافة البطولة التامنة ليتفوق على نيجيريا، بحيث أن المنتخب مصر أصبح أول فريق في أفريقيا يحقق 8 بطولات، فبالتالي كل هذه القوة وكل العمل المستمر واكتشاف المواهب واكتشاف لاعبين شباب واكتشاف لاعبين مميزين والاحتراف الخارجي لأبطال اليد، الحقيقة اتحاد كرة اليد عامل شغل كويس وشغل مميز جدا، فبالتالي احنا بنلاقي على صعيد المنتخبات كلها ناشئين وشباب وكبار أداء مميز وبطولات وقوة وعزيمة في الملعب، فعشان كده الشعب المصري كله بيبقى حريص ان هو يتابع هذه المباريات وهذا الفريق. وبهذه المناسبة أستاذ طارق عايزين برضو يعني نشير ونشيد بالاختيارات ورئاسة الاتحاد المصري لكرة اليد من قبل أبناء اللعبة نفسهم، بدءا من دكتور حسن مصطفى اللي استطاع أن هو يؤسس منظومة في الاتحاد، ومن بعد كده أسس بنية تنظيمية استمرت لحد يعني أجيال متتالية لحد ما احنا شايفين دلوقتي النجاحات اللي بيحققها المنتخب المصري لكرة اليد سواء في البطولات الإقليمية أو حتى العالمية. بصراحة طبعا الدكتور حسن مصطفى حتى الآن هو داعم لكرة اليد وهو حتى الآن بيقوي كرة اليد وحريص على أن فعلا اللي يبقى موجود في الاتحاد من أبناء اللعبة القادر على الإدارة، يعني كل اللي احنا بنتكلم على بطولتين مهمتين جم في إطار لجنة بتدير الاتحاد، احنا ما حسيناش أن في لجنة أو حسينا أن هي مش منتخبة معينة، لكن حسين أن هي بتؤدي بشكل جيد جدا بشكل مميز جدا، لأنها من أبناء اللعبة عارفين المنتخبات بتشتغل إزاي، عارفين التجهيز للبطولات بيتعمل إزاي، ما طالما أنت جايب حد بيقدر يدير بشكل كويس فبيقدر بينجح بالمنظومة بشكل كويس. لكن كمان الاتحاد كرة اليد يعني مش حاطط ايده بس على المحترفين، احنا شفنا امبارح اكتر من لاعب ناشئ، يعني شفنا قداح، شفنا بكار، شفنا عادل، شفنا حتى حارس المرمى محمد يحيى اللي ما لعبش امبارح صحيح، لكن لعب يعني في مباريات صعبه جدا امام تونس وامام المغرب وامام الجزائر، فبالتالي احنا يعني الاتحاد بيقدم مجموعه كبيره جدا من اللاعبين الناشئين في الفريق الاول وبيفتح باب الاحتراف، فالحقيقه عاملين تخطيط مستقبلي جيد وتخطيط جيد للعبه، فنتمنى لهم كل التوفيق وفي كل البطولات القادمه ان شاء الله. استاذ طارق رمضان النقد الرياضي بالاهرام كنت معنا عبر الهاتف، ولسه مشاهدينا الكرام مستمرين في متابعه ابرز ما تناولته الصحافه المصريه الصادره صباح هذا اليوم الثلاث في تغطيتها لنشاط وجولة الرئيس عبد الفتاح السيسي في ألمانيا ولقاءاته المتعددة مع كبار المسؤولين فيها. وخلونا نبتدي من صحيفة الأهرام وبالتحديد في الصفحة الأولى فيها قمة المناخ بشرم الشيخ نقطة فارقة على الصعيد الدولي. السيسي خلال مشاركته في حوار بيترسبيرج للمناخ: مصر تتحول لنموذج تنموي مستدام وألمانيا من أهم شركائنا في أوروبا.
استراتيجية للهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة وخطة للربط الكهربائية مع بلدان المنطقة والتوسع في النقل النظيف. إفريقيا تقع في قلب التحديات بسبب التصحر وندرة المياه وارتفاع مستوى البحر والفيضانات، ضرورة بذل الجهود لدعم الدول الإفريقية لتستفيد من ثرواتها الطبيعية وتحقق التنمية الاقتصادية. لا تفريط في أمننا المائي، ويجب التوصل لاتفاق ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة. نحترم حقوق الإنسان في بلادنا لأنها مسؤولية أخلاقية وإنسانية وتاريخية وأولوية لتنفيذ اتفاق باريس وتوزيع الأعباء وفقا لقدرات الدول، والتمويل حجر الزاوية لقيام البلاد النامية بدورها. طيب، للتعليق على هذا الخبر مشاهدينا الكرام معنا عبر الهاتف الدكتور محمد الشوتفي الخبير الاقتصادي. دكتور محمد أهلا بيك. أهلا بسيادتك يا فندم أستاذ المشاهدين، تحياتي لحضرتك. يعني نقاط مهمة أشار إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار يعني لقاءاته وكلمته في ألمانيا، أبرزها أن مصر تتحول لنموذج تنموي مستدام. يعني لو توضح لنا هذا النموذج الذي قدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي في حوار بيترسبيرج للمناخ في ألمانيا. الحقيقة في لقاء فخامة الرئيس مع رئيس ألمانيا والدولة الألمانية والمؤتمر كان هناك نقاط محددة، وعندما يقول الرئيس النهاردة أن مصر تتحول إلى نموذج تنموي مستدام، أعتقد أنه ينطلق من عدة محاور. المحور الأول أن الاقتصاد المصري استطاع أن يحقق معدلات نمو كبيرة ومعدلات نمو حتى في الأزمات الدولية وحتى ما بعد كورونا، والنهارده صندوق النقد الدولي بيقول ان مصر ممكن تحقق 5.6 في ظل ازمه كورونا اوكرانيا، ده اول شرط من الشروط. اثنين، ان هو مصر النهارده بدات تعتمد على الطاقه الجديده والمتجدده، وبالتالي انشات كثير من المحطات وعالجت مشكله الطاقه بما يتوافر مع النظام العالمي، وبالتالي في هذه الحاله تصبح المناخ قضيه اساسيه، ومصر تستضيف مناخ مؤتمر المناخ في نوفمبر القادم، وبالتالي هنا في هذه الحاله الاقتصاد المصري قايم على ادراك ان التغيير في المناخ امر ضروري، وان تكون التنميه صديقه للبيئه. واذا دخلنا في قضيه الاقتصاد الاخضر اللي هو في هذه الحاله ان مصر النهارده بدات من الدول القليله القويه في مجال العالم التي تعتمد على الاقتصاد الاخضر وتراعي حقوق البيئه، وبهذا يكون الامر هنا دخلنا تنميه مستدامه. الامر الرابع وهو حقوق الاجيال، بمعنى ان التنميه المصريه او نموذج التنميه المصري قائم على تحقيق نمو وتنميه للجيل الحالي وحمايه حقوق الاجيال القادمه وصناعه مستقبل الاجيال القادمه، وهذا ما هو واضح من خلال الرؤيه التنمويه للدوله المصريه من خلال الطرق والمباني والبنيه التحتيه والتحويل في التعليم والتكنولوجيا والاعتماد على الدار الالكترونيه، كل هذه العوامل الحقيقه تؤكد ان النموذج التنموي المصري هو نموذج تنموي قائم على التنميه المستدامه والتنميه الخضراء صديقه البيئه. اما من الناحيه الثانيه اللي هو المانيا شريك تنموي واوروبا شريك تنموي في الدوله المصريه، فهذا الامر لان هناك النهارده اصبحت مصر شريكه في التنميه مع دول اوروبا، ودول اوروبا شريك تنموي مع مصر، يتلخص في عده نقاط. النقطه الاولى النهارده ان في 5 ملفات، هذه الملفات مزعجه للعالم، هذه الملفات العالم كله بيركز عليها وعايز يحلها. فهو اول حاجه ملف الطاقه نتيجه الازمه العالميه اللي العالم بيشتكوا منها النهارده. فمصر النهارده عندما تكون مركز من مراكز الطاقه ومركز عالمي لتسجيل الغاز، في هذه الحالة بيدمن حاجتين، الحاجة الأولى إن الغاز صديق للبيئة، الحاجة الثانية إنها مركز تنموي يقدر يمد أوروبا في الأزمة العالمية الجديدة، واستغلالا للموقف الموقع الجغرافي والجيوسياسي للدولة المصرية باعتبارها قريبة من الخليج وأفريقيا والدول العربية ومشاطئة أو مواجهة للدول اوروبا، فتصبح في هذه الحاله مصر هنا مركز المد. الامر الثاني ان مصر والمانيا شركاء في المناخ، وان هناك المانيا لها علاقات قويه مع الدوله المصريه في المناخ، وانها تكون احد دول المشاركه سواء دول اوروبا بصفه عامه او المانيا بصفه خاصه والدول العربيه. الامر الثالث الحقيقه
وهو ان شريكه المانيا ومصر شركاء في التنميه من ناحيه حجم التجاره والتبادل التجاري. التبادل التجاري وصل ما بين الدولتين خلال السنه الماضيه اكثر من 5 مليار دولار، وهذا امر ان كان كل دولتان يسعيان الى ان يكون اكثر من ذلك الا انه هو في معدل نمو. الامر الرابع والاخير او الامر الرابع والمهم كمان هو حجم الاستثمارات الالمانيه في مصر وتوطين الصناعه، باعتبار ان الصناعه الالمانيه هي احد مراكز الصناعه القويه الجيده، وهنا هناك شركات كثيره من الدول من الدوله الالمانيه النهارده بتيجي في مصر عشان تشارك في التوطين الصناعي والصناعات. وصلت الفكره. نعم نعم وصلت الفكره. شكرا لك دكتور محمد الشواتفي الخبير الاقتصادي، كنت معنا عبر الهاتف. مشاهدينا الكرام، نتحول الان لمتابعه موجز لاهم واخر الانباء مع الزميل احمد انور.